تأمين التخصيصات المالية والتقاطع الوظيفي هي المحطة الأخيرة التي تسبق عملية المصادقة على تعيينات الخريجين الثلاثة الأوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بالتعيين بحسب المادة 12 من الموازنة. الأسماء مباشرة أحلناها إلى جهات قطاعية لغرض مقاطعتها، معرفة المتعينين من عدمهم، اللي هي هيئة تقاعد ديوان الرقابة إضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى. إن شاء الله بأقرب وقت ترجع لنا هذه البيانات مقاطعة كي يستبعد منها المتوظف في الدولة، ويبقى عندنا الغير المتوظف. الغير المتوظف ننتظر التخصيص المالي للدرجات الوظيفية اللي تحتاجها المؤسسات بعد بيان الدرجات الوظيفية من حركة ملاكة، وإن شاء الله نباشر بإجراءات التوظيف وإطلاق الاستمارة استمارة التعيين الخاصة بي. طالب وزارة المالية بالتخصيص المالي للدرجات الوظيفية، لأنه إحنا يعني طالت معاناتنا كثير ومناشداتنا للمسؤولين والجهات المسؤولة وأصحاب القرار. وبينما يكشف مجلس الخدمة الاتحادي عن قرب وصول بيانات حملة الشهادات العليا المشمولين بقانون 59 والعلوميين، يعول الخريجون على تسريع إجراءات المصادقة على ملاك الوزارات وإطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية للمباشرة بالتعيين قبل نهاية السنة المالية الحالية. بعد ما يصير المصادقة على الملاك وتأييد التوفير التخصيص المالي، يتم تزويدنا بالقوائم حسب المعطيات الموجودة عندهم، وبالتالي على المجلس اتخاذ المصادقة بالقرار على التعيين المشمولين ضمن الفئات المشمولة بقانون الموازنة. يأخذ النسب اللي ممكن تغطيها التخصيصات المالية وباقي الدرجات اللي ما ممكن أن تنشمل بالتعيين، العفو اللي ما راح تنشمل بهاي الآلية راح يوظفها بوزارات أخرى. عشرات الدوائر الحكومية تصادق على ملاكها وترسله إلى وزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي، إجراءات ستسهم في تسريع عملية التوظيف والتعيين في دوائر الدولة للمشمولين بالمادة 12 من الموازنة. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد.